بكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام. ثقافة الزي الشعبي كثقافة سودانية غني جدا، يعني كثير من الأقاليم والولايات والمدن والمناطق السودانية عندها ملامح الخاصة جدا في الأزياء. طبعا بتتأثر بالظروف، بتتأثر بالتكوين الديموغرافي أيضا للمنطقة ولإنسان المنطقة. أي ناس بيبقى عندهم شكلهم الخاص، في أشكال كثيرة إحنا حتى الآن لسه ما شفناها، يعني قبائل كثيرة عندها أزياء خاصة لم تتح لنا الفرصة إنه نعرضها للمشاهدين. ده بقى واحد من أدوارنا إنه نحتفي بتراثنا وإرثنا ده. يمكن في بداية المشوار ذكرتني أحمد بدري إن شاء الله مثلت السودان خير تمثيل. نحب أقول لك إنه واحدة من النقاط اللي كانت مهمة وملفتة لنا كسودانيين التوب السوداني. أيوه. الزي الرسمي أو التقليدي بالنسبة لنا فكان هو رمزية فعلية وحقيقية لكل الناس إنه دي حاجة جميلة، دي حاجة مختلفة، يعني إحنا نفسنا نتعلم نلبس التوب السوداني، بيعملوه كيف، بيصنعوه كيف، أسئلة كثيرة كانت تتردد حول هذا الموروث الجميل والزي التقليدي اللي بيمثلنا ودائما بالنسبة لنا هو زي رسمي يعني. نعم. عموما نحن شاكرين جدا لشبكة مراسلين على التقارير دائما المميزة اللي بنتابعها عبر صباح الشروق. الموضوع القادم نتحدث عن تربية الأبناء في ظل التطور، إحنا في عالم متطور بشكل مضطرد ومتسارع جدا، مفترض إنه نواكب هذا التطور لكن برضو نحتفظ ونحتفي بقيمنا الأساسية في مجتمعنا. نعم، خاصة لما نقول تطور أو ظل تطور التكنولوجيا، كلنا عارفين قدرية التكنولوجيا دخلت في حياتنا، صح هي سهلت لنا الكثير لكن في نفس الوقت هي بتاخذ مننا، بتسرق مننا بعض الأشياء المهمة جدا المفروض احنا نزرعها في أبنائنا وفي الجيل القادم على أساس هي ما تأثر عليهم، ونكون لسه نحن محافظين على موروثات وعادات وتقاليد مختلفة ومميزة المفروض هي تظل إلى الأبد. داخل الاستوديو معنا غيداء عبد الباسط باحثة اجتماعية. اهلا بك غيداء، كيف حالك؟ اهلا وسهلا بك لينا، صباح الخير عليكم، صباح السعاده والامل والتفاؤل كالعاده. صباح الخير احمد، صباح الخير على الكنترول والمشاهدين كلهم. طبعا موضوع شائك يعني موضوع شائك جدا، ان شاء الله نحاول نفكر كده ونخليه سهل بالنسبه للمشاهدين. خلينا كبدايه كده فكره التربيه دي بالنسبه للناس اللي اداب يعني بده يكون اسره وبده ينجبوا ابناء، هل هي فكره صعبه ومرهقه ومتعبه؟ والله ممكن تكون ممتعة باعتبار انه انت بتصنع في زول عشان يكون فاعل في المجتمع وقد يقودك، يعني قد تقودك هذه التربية انت. بالعكس هي دي متعة بالنسبة لك، انك زي كأنك الوردة بتزرع فيها وبتشوفها قدامك بتكبر، فانت بتزرع فيهم مبادئ وقيم وحاجات حلوة لحد ما شوية شوية تكبر مع الايام وتشوفها قدامك ظاهرة واضحة. جميل. طيب يا غيداء التربية نفسها ما هي ممكن تتأثر بالمتغيرات اللي حولها؟ طبعاً. كثير من المتغيرات. يعني نشوف التربيه ومدى تاثرها بالمتغيرات اللي من حولنا، هل هي يعني قد تكون متاثر سلبا او تكون متاثر ايجابا؟ نركز على النقاط تحديدا واي من المتغيرات المقصود بها هي ممكن تؤثر على التربيه. طيب التربيه عامه احنا في حاجات كثير او بعض النقاط دي احنا حندعم بها التربيه، في حاجات مهددات للتربيه وفي معززات للتربيه. تكلم عن يعني مثلا ممكن تكون هي ذات مرحلة كمان، يعني عندك مثلا طفل من زيرو لحد 5 سنوات دي مرحلة، من 5 ل 10 ومن 10 ل 16 دي اللي هي او بين التين ايجرز زي ما بقول دي سن المراهقة. ففي سنة بقولوا ربي لاعبه 7 وأدبه 7 وراقبه 7 ثم اترك له الحبل على القارب. ففي الحالة دي احنا بجد زي ما بقول يعني احنا نحاول في الفترة الأولى احنا منلاعبه منزرع فيه حاجات حلوة، منشوف مهاراته، منحاول ندعم المهارة المعينة، نحكي قصص، نخليه يلعب يعني بيدينه، يلعب الألعاب المتعودين عليها الناس بالضبط كده. نحاول في الفترة الأولى نبعد شوية عن التكنولوجيا عن كده، بالذات في الفترة الأولى عشان ما يحصل خلل أو يحصل مشكلة أو لا قدر الله توحد بيكون في الفترات الصغيرة من بين سنة سنتين، فبيبدي يصير حاجات زي دي. فعشان كده الألعاب حقة التركيب، التين بتاع الصلصال، الحاجات دي بالذات إنه المسلز لسه ما اكتملت، فبنحاول إنه إحنا نخلي له الألعاب المتاحة إنه يكتشف من حوله ويشوف العالم من حوله ويبدأ يتعرف عليه تدريجيا. بعد 5 سنوات دي مرحلة تانية ممكن ساعتها يشوف الفيديو جيمز. متغيرات تانية. أيوة. نحن نركز أول شيء مع الخمسة الأولى. التلفون ده بيبقى بالنسبة لنا يعني وسيلة إلهاء كده، يعني كثير من الآباء وما تحس إنه الطفل ده بيبقى مزعج أو يعني ضد التلفون. ضد التلفون. فبقوم يتخلصوا منه بالتلفون. ضد التلفون. الحكاية دي خطورتها شنو يعني؟ خطورتها إنه
طبعا في ظل التكنولوجيا وإتاحة المعلومات بصورة ما طبيعية، بصورة رهيبة، فالمشكلة إنه يفتح معلومة قد تكون ما مناسبة لسنه، ما متوافقة مع سن الفتاة تحديدا، والمعلومة الجادة قد تكون غلط أو تصل غلط لهم. فعشان كده لازم يكون في مراقبة حثيثة من الأهالي للأبناء بصورة مباشرة. طبعا إحنا ما هنركز عليهم إن إحنا بنراقب فيكم، لا احنا هنراقب من بعيد لبعيد. نعم، طيب المراقبه دي ممكن تكون في سن محدد، يعني سن بيستحق انك تراقبه، لكن في سن صغيره يعني الطفل بيكون عمره 6 أو 5 سنوات بدون موبايل عشان يلهوه لانه هو مزعج. طيب الحاجه دي غير انها ممكن تاثر، طبعا هو ممكن يكون ما بيطلع، ما بيعرف يقرا كويس، ما في صور مثلا مشاهده، لكن الحاجه دي تخليه منعزل او منطوي او ما اجتماعي، ممكن تاثر عليه سلبا يعني. بالتاكيد العزله والانطواء، عدم الحركة طبعا بيكون نتيجة لها سمنة، مشاكل في العمود الفقري، مشاكل في الجهاز العصبي، ضعف النظر، دي كلها مؤثرات سلبية طبعا يعني من الأطفال لحد الكبر. تمام. طيب بعد الخمسة الأولى مش الخمسة الثانية، أو بعد السبعة الأولى مش السبعة الثانية، يلا دي مرحلة التأديب، مرحلة إنك تزرع فيه مبادئك، قيمك، الحاجات اللي انت حابب تزرعها فيه في السن دي، الحاجات الحلوه، العادات، التقاليد، المهارات، تنميه المهارات، بتشوف هو بارح في شنو تحديدا. ففي الحاله دي احنا بنأدب، وبعد كده بنبدا نراقب تدريجيا. في المرحله دي تحديدا هو ممكن يكون يعني بيمتلك هاتف جوال بحكم التواصل، بحيث انه هو يكون قريب من الناس، لكن انا عايز اعرف الفرق بين الهاتف الجوال تحديدا في يعني بالنسبه للابناء استخدامه وما بين العاب الفيديو العاديه. يعني انا قبل كده يمكن سمعت معلومه انه العاب الفيديو لا بتنمي العقل، ما بتؤثر سلبا عليه في حالة انه كان استخدامه يعني معتدل، لكن الهاتف تحديدا مشكلة. شنو يعني الفرق ما بين الهاتف وفي الاخير دي تكنولوجيا؟ طيب هي التكنولوجيا عموما عندها ايجابيات لا تحصى ولا تعد، عشان ما نظلم الحتة دي، يعني بدليل انه احنا زمان الان ما زي زمان. قد تكون مثلا من السلبيات زمان الناس كان في مشاركات وجدانيه، كان في اللمه، القعده، الـ 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 الاسر ما كانت بس مسؤوليه من الاب والام والخال والعم، لا كانت مسؤوليه مجتمع باكمله، حتى بتدخل فيها كان بتدخل الجيران، حتى سيد الدكان، فكان المسؤوليه بتاعت مجتمع باكمله. فكانت زمان ما زي هسه بمتغيرات الحياه، بايقاع سريع حق الحياه نفسه. أصبح الآن إنه شوية لازم يكون في تحفظات، ابنك أو طفلك أو أخوك الصغير بتخاف عليه ويطلع الشارع، بتخاف عليه وكذا، بحكم إنه الإيقاع بقى أسرع والناس اختلفت. فيمكن عشان كده الناس بدأت تعزف عن المشاركات الوجدانية شديد، فبدأ يكون في عزلة وبدأ يكون في حاجة زي دي. لكن أكيد في إيجابيات، وأكيد بتطور، وأكيد بتنمي من المهارات، بالذات زي ما ذكرت في الخمس سنين الثانية. حلو احنا مع التطور ومع تنميه المهارات ومع تنميه القدرات، ولكن بقدر ما، يعني المفروض او الطبيعي انه ما يتعدى 3 ساعات يوميا. الطبيعي وثلاث ساعات ما تكون متواصله، تكون متقطعه او تكون بفترات متباعده. طيب كيف نستفيد من التكنولوجيا دي، او نعلم اطفالنا يعني بعد السبع سنين الاولى انه يستفيدوا من التكنولوجيا دي في المعرفه والتثقيف؟ لانه يعني زي ما قلنا العالم الان اصبح قريه صغيره يعني، واحنا ما حنكون معزولين، يعني ما حنكون متخلفين، ما حنواكب، ما حنكون عارفين. التلفون ده زي ما هو ممكن يكون مهدد، ايضا ممكن يكون يسبب منفعه يعني للشخص. طبعاً يعني اكيد ايوه، فدي اصبح هو جزء لا يتجزأ من حياتنا، وما ينفع الاستغناء عنه بصراحه. لكن بس من مهدداته انه بيعمل مشكله في التواصل، فبيصبح انه الفرد المتعلق به زياده عن اللزوم بيبقى عنده فجوه ما بين العالم الافتراضي والعالم الواقعي. يمكن عشان كده بيحصل الواحد لما يكون متعود عليه شديد، سواء كان طفل او كبير او يعني شخص بالغ او ادلت يعني، فلما يطلع للعالم الخارجي هو ممكن يكون في الفيسبوك مثلا عنده اسم معين، فبيبدا يتكلم مع الناس بأريحية بانطلاق، لما يطلع للعالم الخارجي بحس انه يلا لا ده ما قادر اتكلم، ما قادر اتاقلم، ما قادر استوعب الناس دي، يتعود على العالم الافتراضي، فاصبح انه فيش نوع في فجوه. فالفجوه دي سببها طبعا انه
العزوف عن العالم الواقعي، فإحنا عايزين نركز أكثر. بيفقدها يعني شنو المهارات اللي بيفقدها في التواصل مع الآخرين لو هو كان منعزل في أو بيستخدم التكنولوجيا لفترات طويلة؟ يعني هل ما حيكون عنده ثقة في النفس؟ الآي كونتاكت حيكون عنده في شنو؟ أيوة. ما حيقدر يعبر عن نفسه ولا. ما بالضبط كده، هو ده الكلام. إنه هو إحنا هو ما حيقدر يعبر عن نفسه بصورة كافية، باعتبار إنه ما في، أنت في عالم افتراضي، فما في عالم واقعي. في عالم افتراضي بيكتب وبيتكلم بشجاعه ما حديه، بس اول ما يقابل، لكن اول ما يقابل حيكون في مشكله، يمكن عدم الثقه، يمكن انه ما قادر يواجه طوالي، او يمكن ما متعود على الحاجه دي، فدي ممكن مثلا واحده من الحاجات الاضرار يعني. او يمكن لانه دي ما حقيقته، لكن العالم الافتراضي بيفرض عليك انك يعني تتعامل باسلوب مختلف. طيب شنو الاسلوب اللي ممكن انا يعني حافظ به على الابناء وعلى تربيتهم، وفي نفس الوقت ما احرمهم من نحاول نرجع الزمن القديم، بس نحاول نرجع الزمن القديم، نلم مع بعض، نلم مفهوم الأسرة، مفهوم الترابط. لا الزمن عديل احنا في الموضوع ده. مفهوم الترابط الاجتماعي، نحاول انه يتلموا في وجبة. اصبح الناس هسه حتى في الفطور في الغداء في العشاء الناس بتحشي سندوتشات وبتمشي على التلفونات وعلى الايباد وعلى كذا. ده لما كان بياكلوا اصلا عشان هي سندوتش. لكن صحيح. مبدئيا اول حاجه في ظل العام الدراسي المفروض انك تتمنع الحاجه دي. حاليا المفروض انه اي ايباد تليفون كذا بمختلف التسميات يعني بلاي ستيشن وات ايفر الحاجه دي تكون مطبول حاليا، عشان ما تاثر بعدين في الدرجات، عشان ما تاثر في تحصيل الاكاديمي وكذا. طيب دور الاسره المفروض يكون كيف يعني برضه في في التوجيه في السبع سنين الثانيه لحد 14 سنه؟ لانه برضه التعامل معه في المرحله دي برضه شويه كده بيكون صعب يعني. اعمل كده وما تعمل كده، ولا يستخدم اسلوب ثاني يعني غير المنع والتحذير؟ بعدين غير كده انه هو لا صغير ولا هو كبير، فما يعني ما بتعرف في المرحله دي حتى المرحله الانتقاليه بتاعتني بالضبط كده حيكون في نفس التحديات اللي احنا مارين بها. تحديات صعبه جدا. فزي ما قلت انه حيكون في مراقبه بس من بعيد. اول حاجه احنا حنتخير اصدقائه، حنتخير الوسط اللي هو فيه، فاحنا حنواجهه يعني حنستخدم اسلوب المواجهه برضه. اذا احنا ما نعمل كده، ما نفتح مثلا مواقع نتخير اصدقائه دي، هل بشكل مباشر يعني هل حيقبل الكلام انه والله فلان ده ما تصاحبه وفلان ده ده بيكون نتيجه لعلاقتك انت معاه. علاقتك انت كاب او انت كاخ كبير في البيت او انت كمربي، انت بتدعم العلاقه دي بين طفلك او بين اخوك او بين الشاب ده، انه يكون في علاقه صداقه، يكون في لين كده بينك وبينه. فتلقائيا حيقوم يحكي لك مثلا، فلما تكسبه ساعات بكون المعلومات حتكون منك انت، ما حتكون من الانترنت. ودي هنا الاشكاليه طبعا بنواجهها. المشكله انه لو فتح معلومه تكون ما متوافقه مع سنه، دي هنا بتحصل كارثه. انت عارفه يعني انا عايزه اسالك، من انه يعني موضوع الابناء في التربيه تحديدا هم انهم بيقتدوا بالناس اللي قدامهم، قد يكون القدوه الاب ولا الام، هم زادوا باستخدام التكنولوجيا مفرط، فبالتالي يعني تاثير الحاجه دي عليهم. يعني الام بتحاول تربي في ابنها او الاب انه يعني ما يكون طول الوقت في التكنولوجيا، في حين ان هي 24 ساعه ممكن تكون في الواتساب، في المطبخ في الواتساب، قاعده معاهم في الواتساب. نفس الفكره الاب، احنا عايزين نشوف انه يعني الحاجه دي مدى تاثيرها بالنسبه للابناء، لانه هم كوبي بيست يعني نسخه. ده اكيد. وانت بالنسبه لهم قدوه، انت بالنسبه لهم قدوه، فاي تصرف انت حتصرفيه سواء كان سلبي او ايجابي هم حيتصرفوه. في الحاجة لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإحنا عشان ما أبنائنا يكونوا صح وتربوا تربية صح، المناسبة إحنا مع التكنولوجيا ومع زل التغيير التكنولوجي والعولم وكل الحاجات الجميلة دي، وحنستفيد منها إيجابيا، لكن بس يكون في محددات، ما تكون يعني مطلقة بصورة إنها تكون 7 ساعات في اليوم، 8 ساعات. الضرر يكون لك أنت كأب أو أم بصورة مباشرة، ويكون لطفلك كمان. فلا قدر الله الطفل ده لو حصل له حاجه مثلا التركيز او تشتت التركيز او تشتت الانتباه، عدم التحصيل الدراسي بصوره كويسه، الحاجات دي كلها حتنعكس طبعا على الام والاب. فلو هم تفهموا المخاطر دي هم تلقائيا حيبدوا يعزفوا او يكون عندهم عزوف من التكنولوجيا شويه شويه. احنا ما مطالبين بانه نخليها لان اصبح جزء من حياتنا، لكن هي حتى اتحددت عالميا انه 3 ساعات بصوره متفرقه او متباعده. 3 ساعات لكل شخص ولا 3 ساعات لكل شخص؟ حتى احنا اي. بس هو بقول لك من 0 لحد 5 ما ينفع استخدام الانترنت.
لانه بيعمل مشاكل في جهاز العصب وكذا. ده بالنسبه للاشعه بتكون منبعثه من العين بالضبط كذا. طبعا لانه واحد بيطلع له 3 ساعات. لحظه السلام، لانه انا بحاول احسب في الساعات اللي ممكن اكون قاعد في الانترنت كم ساعه. الساعات ما في النت ممكن تكون 3، لكن في النت حتى 3 ساعات دي يعني مثلا في اللعبه السايده الببجي مثلا الناس بدأت تستخدم 3 و4 و5 ساعات ممكن يقعدوا فيها 6 7 ساعات عادي. فالناس ممكن تستفيد من التكنولوجيا دي وتستخدم مثلا الببجي نص ساعة وباقي الساعات تحمل كتاب بي دي اف وتقعد تقراه مثلا. طبعا في افكار كثيره الناس ممكن تستفيد منها. عندك مسج جوا كده تلقى روحك انخرطت في الموضوع. لكن بالنسبه للاطفال تحديدا الان ما اصبحت في تطبيقات كثيره جدا هي مناسبه للاطفال، فقط الاسره ممكن تشوف ياتوا تطبيق يعني بيناسب المجتمع اللي هم موجودين فيه، بيناسب المجتمع وبيناسب الفئه العمريه كمان وفئاتهم العمريه وعاداتهم وتقاليدهم الايجابيه ما كلها طبعا. ايوه والسن بتاعت الطفل ده. طيب نصائح اخيره كده للاسره واحنا في ختام الفقره دي يعني. والله بس المراقبة بالنسبة للأطفال، خاصة إنه أصبح إنه 17% نسبة عالمية تحرش عبر يعني التواصل الاجتماعي لفئة المراهقين، فإحنا بس عشان كده لازم ننتبه الانتباه يا إخواننا للأطفال أو للشباب. دي مسؤولية، مسؤولية كبيرة، فإحنا ما نخلي الحبل على القارب. فإحنا زي بيقولوا إحنا حنراقب وحنأدب وحنلاعب. حنلاعب في البدايه طبعا، يلا في لازم يكون في التأديب، زرع القيم والمبادئ الحلوه، يكون في علاقه وطيده بين الاباء والامهات وبين الاطفال. ما نخلي ايقاع الحياه السريع ياثر علينا سلبا ولا على الابناء. يعني خلينا نقول في الختام انه التكنولوجيا عموما ايجابياتها اكثر من سلبياتها، لكن سلبياتها في الاخير قد تكون مدمرة. يعني الانسان السلبيه ما في السلوك فقط، وانما حتخلي الانسان فكره ومبادئه وتوجهه الديني كله يختلف تماما بسبب التكنولوجيا اذا ما كان في مراقبه لصيقه للابناء. نتمنى من كل الاسر انها تهتم بالموضوع ده بصوره كبيره جدا، لانه يعني الابناء ديل. تفضلي. في حاجة لها ما لها علاقة قد تكون مباشرة بين الإلكترونيات أو التواصل الاجتماعي، إنما بس هي بس مسج كذا حابة أقولها. علاقة الآباء والأمهات بالأبناء هي في علاقة بين الأخذ والعطاء، والأخذ والعطاء أو ثقافة الأخذ والعطاء بتشمل كل ما عن العلاقات، ما بس الآباء وأولادهم وفي التربية فقط يعني. فالأخذ والعطاء كيف؟ فكل ما كان في عطاء أكثر، عطاء بكل السبل، يعني سواء كان عطاء معنوي، عطاء مادي، عطاء من ناحية المشاعر والعاطفة والأحاسيس من الأم أو الأب تجاه الأبناء مثلا. يكون في المقابل ليه؟ الفكرة لا، إنه ما تدي كل حاجة، كل المشاعر، كل الحب، كل الحنان، كل العواطف، وحتى الماديات. ففي ناس بتدي كثير مثلا شوي شوي. الفكرة إنه الأخذ والعطاء يكون بقدر. العطاء من هناك لازم يكون شعور بالامتنان أو الشعور بالمعروف. وبعد ذلك بيبقى مقياس للعلاقات الاجتماعية في شكلها الإيجابي، يعني بينمي فينا بعد ذلك حب الآخرين وحب الخير للآخرين. وصلنا لختام هذه المساحة. شاكرين جدا لحضورك ريدة عبد الباسط لكل ما قدمت لنا البحث الاجتماعي. شكرا لك. عفوا عفوا، شكرا لكم. الله يخليكم.